15 سنة ما تقضوا امي راحت واخي وتراحوا ولا حدا ضل. احكي للعالم يعيش مرتاح وينبسط على قد ما يكبر، ما ضلش ولا مخلوق الي. انا رحت والله العظيم شنطتي فيها حليب وشبز لابني عشان ياكل، عشان ولا حدا من العالم تطلع فينا. روحت من شغلي عشان روحت من شغلي لا لقيت امي ولا لقيت ابني ولا لقيت حدا ولا اخو ولا اي حدا الي هالقد. اجت انا لحالي بناجي الله وبقول وين يا امي لا اله الا الله. انا لحالي عيني بقول وين معتصمه وين معتصمه وينو بيت الشيخ كله نزل. ابني بعد 14 سنه استشهد ابوه وهي ابني كمان. هيني ضلت ضلت لحالي ولا حذر ولا انا لحالي بس طلعت من الدار ولا مخلوق. يقولوا للعالم ابني مات. انا عارفه انه ابني مات بعد 14 سنه. شفت الويل قبل ما اشوفه هو وجوزي ولا كله راح. انا لقيت لحالي ايش العالم العربي والاسلامي بده يعمل لي هالقد؟ بده يعوضني مال؟ طب يجي يعوضني ابني هالقد؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسلمك.